اسمحوا لي ان انا ارحب بيكم جميعا مره تانية. والحقيقه خلينا اتكلم على مقدمه خاصه بجائحه كورونا. والحقيقه هو تحدي عظيم قابل الانسانيه في العصر الحديث. والحقيقه ايضا انها شكلت يعني تحديات مركبه سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة جدا جدا خلال الفترة اللي هي فترة السنتين اللي مروا دول. احنا دايما نقول ان في كل محنة تولد منحة، لان طبعا التداعيات اللي افرزتها الجائحة حتى الان احنا بنتكلم على توقف قطاعات كاملة خلال السنتين اللي فاتوا في كتير من الدول. في دول عملت إغلاق كامل لكل المناحي الحياة اللي عندها. في قطاعات توقفت تماما زي قطاع النقل والطيران والسياحة يمكن، وقطاعات أخرى تضررت بشكل أو بآخر. كنا متصورين إن حجم الضرر هيبقى عدة آلاف. أنا بتكلم على الخسائر سواء كان بالإصابات أو من خلال من يعني فقدناهم في العالم كله، قلنا هيبقى عدة آلاف. فوجئنا إن هم الإصابات بتتجاوز الملايين، ثم عشرات الملايين، ثم مئات الملايين. نفس الكلام بشكل أو بآخر كان بالنسبة لي من يعني فقدناهم في الجائحة، برضو بنتكلم على عدة ملايين. طيب في مصر احنا الموقف كان عامل ازاي؟ عشان نتكلم على الظروف اللي مرت بمصر ومجابهتها لهذا الامر لازم اتكلم عن موضوعين مهمين قوي، موضوع خاص بقطاع الصحة وموضوع خاص بالاقتصاد.